في ترند انتشر على الفيسبوك بطريقه رهيبه، هو بيفكرنا بالذكريات بتاعه الطفوله والحاجات دي، يمكن عشان كده انتشر بالقوه دي على 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 الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. بنت اسمها روان نزلت صورتها وهي صغيره، فالناس كلهم فكروا ان البنت دي مش مصريه اصلا، وبداوا ينشروا الصوره ويقولوا الله دي جميله جدا وملايك. انا ما اقدرش اقول ان هي جميله جدا طبعا عشان انا ممكن اتضرب. لا هي البنت جميله يعني، هي جميله بس انا ماليش دعوه، انا مش انا اللي قلت، هم الناس اللي بيقولوا بس هي جميله وهي صغيره يعني. صورتها لا وهي كبيره كمان حلوه. صورتها جميله. هي عايزه اقول لكم انه روان هي بنت من طنطا عندها 20 سنه بتدرس اداب انجليزي تقريبا او حقوق انجليزي حاجه كده. المهم انه البنت يعني زيها زي اي حد حبت ان هي تنزل صورتها وهي صغيره على الفيسبوك. عادي كلنا بنعمل الموضوع ده عادي طبعا، ولكن طبعا عشان زي ما انتم شايفين وشها ملائكي جدا وملامحها هاديه وملامحها جميله، فالناس كلها ابتدت تركز معاها وبقوا عايزين يشوفوا طب يا ترى هي فضلت كده ولا هي اتغيرت بعد ما كبرت، لان طبعا في اطفال بيبقوا حلوين وهم صغيرين قوي ويتوحشوا بعد ما يكبروا، او العكس. أيوة العكس. خلينا نقول ان العكس يا جماعه. عادي في ناس ممكن ما تبقاش كيوت قوي وهي صغيره ولكن بتطلع بتبقى حلوه، وبلاش نتكلم في الموضوع ده يا عامر. فاتفاجئوا انه البنت بعد ما كبرت هي لسه محافظه على نفس جمالها الهادي، نفس روحها الملائكيه، عينيها نفس ما شاء الله يعني الله اكبر، مش عايزين نبقى بنحسدها. فالموضوع اخذ حجم كبير جدا. دي حقيقه يا نوره. بس انت عارفه اللي عاجبني في الموضوع ايه؟ ان الناس بتحب تصف على نفسها طول الوقت والله. يعني لما روان حطت صورتها وهي صغيره طبعا الناس كلها قعدوا يعني معجبين جدا بيها وقالوا ان هي فعلا ملامحها حلوه جدا وجميله وملائكيه. لكن بقى جت واللي عاجبني ان البنات كمان بتصف على نفسها اكتر، فالبنات بقت تحط صورها وهي صغيره جنب صورهم وهم كبار ويقعدوا يتريقوا قد ايه الفرق ما بين صورتهم وهم صغيرين وما بين صوره روان وهي صغيره. مش بس كده، ده كمان حطوا صورتهم وهم صغيرين جنب صوره روان، جنب صورتها هي يعني. بالذات البنات يعني. انا شفت كومنت بجد موتني من الضحك، بنت حطت صورتها وهي صغيره جنب روان وقالت لها هو نفس الصوره ونفس تقريبا العمر ويعني مفيش اي اختلاف، بس هو الاختلاف ان انت يعني كنت بتاكلي حاجه مختلفه عن الاكل اللي انا كنت باكله. بقى برضو البنات اللي هو مثلا بنبقى عاملين حاجات عجيبه كده في شعرنا، روان هو انت ليه ما عندكيش مش عارفه التوكه اللي انا حاطاها يعني الملونه دي بتوعها كيوت قوي. روان هو انت مش ما كنتيش مفجوعه زي ليه وانا صغيره؟ روان هو انت ما كنتيش تخينه ليه زي انا صغيره؟